السلام عليكم. وفي البداية طبعا أنا يعني مبسوط جدا بتواجدي هنا مع أساتذتي وإخواتي، والحقيقة التجربة دي أنا كان نفسي نعملها عندنا في العيون من زمان، بس دايما يعني دكاترة الدايبيتولوجي يعني سابقين بخطوات. وأنا بشكر أستاذي وأخويا الكبير دكتور مجدي على دعوته الكريمة، وببارك له على رئاسة القسم، وربنا يوفق حضرتك يا رب في كل اللي جاي ان شاء الله. حضرتك تستاهل كل خير. واساتذتنا الافاضل، انا مش عايز انسى اي حد من حضراتكم، واتمنى ما اكونش ضيف تقيل عليكم. الحقيقه ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الحقيقه انا يعني بحاول قبل ما ادخل في صميم المحاضره، انا عايز يعني اقول لكم ان دي اصعب محاضره انا حضرتها في حياتي. ليه بقى؟ عشان احنا كدكاتره عيون برضو في النهايه يعني ايه، ما بنذاكرش كتير. يعني احنا برضو في النهايه يعني انا داخل وسط عبقره، فلازم ابقى قدهم بصراحه. فانا يعني ايه، المحاضره دي تعبتني جدا، لاني بحاول قدر الامكان اني ما ادخلش في تفاصيل العيون قوي اللي هي تضايق دكتور الدايبيتس وهو بيسمعها. انا عايز يبقى الموضوع وين وين سيتويشن، زي عنوان المحاضره ما بيقول between diabetologist and ophthalmologist. يعني ايه اللي انا ممكن استفاده من حضراتكم؟ الحقيقه انا استفدت كتير من المحاضرات اللي فاتت، وايه اللي اقدر اساعد بيه حضراتكم في الجزء بتاع الدايبيتيك اي ديزيز. طيب الحقيقه طبعا حضراتكم اساتذتنا عارفين الانترناشونال دايبيتس فيدريشن قالت او توقعت ان من 2011 ل 2030 معدل الناس اللي عندها سكر هيزيد تقريبا 51%، ودي نسبه مش قليله. الدايبيتيك انتروباسي هي واحده من المايكرو انجيوباسيس اللي بتبقى افكتد، اللي العين بتبقى افكتد منها من الدايبيتس، وهي الموست كومن ocular complication of diabetes. والحقيقه ان هي الموست كومن كوز عامه اوف بلايندنس ان ذا وركينج ايج جروب. والحقيقه الحته دي اكيد يعني استاذنا الدكتور احمد الشاشاح هيتكلم فيها، حته الكواليتي اوف لايف والامبيرمنت اللي هيحصل، لانها بتيجي في فتره الانسان ده لسه بيشتغل فيها. برضه الاي دي اف قالت ان 8.3% من البيبل عندهم دايابيتس زي ما احنا شايفين هنا، هو منهم 35% عنده دايابيتك كارتينوباسي و7% عنده دايابيتك ماكيولار اديما. ودي اول حاجه انا عايز اوضحها، ان الدايابيتك كارتينوباسي حاجه والدايابيتك ماكيولار اديما دي حاجه ثانيه، لان احنا عاده بنقول الاثنين حاجه واحده. لا، هو ده يعتبر ناو دايز ان ده ديسيز وده ديسيز ثاني خالص. تخيل بقى ان 7% اللي عندهم دايابيتك ماكيولار اديما هم دول اللي بيجي لهم الفيجوال امبيرمنت. يعني المعلومه دي برضه حضراتكم لازم تكون عارفها. لما اكتب لحضرتك ريبورت اقول لك العيان ده عنده دايابيتك ريتينوباسي، ده مش حاجه وحشه على فكره. في حالات دايابيتك ريتينوباسي وبتشوف 6 على 6 عادي، ما فيش مشكله في ده. لكن وصلنا ان في دايابيتك ماكيولار اديما، لا انا هنا بتكلم على حاجه ريسكي. السلايد دي مهمه جدا، ان تشخيص السكر بيكون او الريتينوباسي عفوا بتكون بعد قد ايه من تشخيص السكر؟ 20% اللي بيتشخصوا مع بعض. 10 سنين بعد تشخيص السكر حوالي 50% من الحالات. طب بعد 20 سنه بتبقى قد ايه تشخيص الدايابيتك ريتينوباسي؟ في تايب 1 بتبقى 100% وفي تايب 2 بتبقى 60%. واضح جدا ان احنا بنتكلم ان الديوريشن اوف دايابيتس هي الموست امبورتنت بريدكشن اوف ذا ديجري اوف ريتينوباسي. مش هدخل في الكلام طبعا، يعني هو بالنسبه لنا احنا كبير طبعا، بالنسبه لحضراتكم اساتذتنا يعني ده كلام اولي خالص، ده كلام طلبه يعني، ان دي واحده من المايكرو انجيوباسيس اللي بتيجي اوف دايابيتس. الريسك فاكتورز هنا الديوريشن، الجلايسيميك كنترول، هايبرتنشن، الديسليبيديميا، النفروباسي، الانيميا، السليب ابنيا، البريجنسي. والحقيقه انا هستعرض الاستاديز اللي اتكلمت على الحاجات دي في عجاله شديده. نبدا بالديوريشن، وده البيست بريدكتور زي ما قلنا. طبعا منطقي جدا دي هتفرق مع مين؟ مع عيان تايب 1، لان هو ده اللي حضراتكم بتشخصوه، هو سنه صغير، فده اللي هيعيش فتره طويله جدا عنده الديزيز. المفاجأة بقى إن أول خمس سنين دول، والرقم ده يا ريت لو نحفظه كويس جدا، أول خمس سنين ما بيحصلش أي ريتينوباسي عادي خالص من التشخيص. الرقم ده بيزيد لحوالي 27% بعد تقريبا 10 سنين، وحوالي 90% بعد يعني لما يعدي 10 سنين، وبيوصل لتقريبا 95% بعد 20 ل 30 سنة. يبقى كل ما الديوريشن بتزيد كل ما الديجري أوف ريتينوباسي بتبقى أكتر. الجلايسيميك كنترول، عندنا في العيون في تو ستاديز كبار قوي، واحده اسمها دي سي سي تي اللي هي الدايبيتس كنترول اند كومبليكيشن ترايل، قالت ان العيان اللي بيعمل ستريكت كنترول يعني بيقيس السكر في البيت كل يوم اربع مرات
الفيجوال اوتكم بتاعه يبقى احسن من اللي بيقيس السكر او بيشك نفسه كل يوم في البيت مره واحده. وفي ستادي ثانيه اللي هي يونايتد كينجدم بروسبكتيف دايابيتس ستادي، لما عملت فولو اب ل 12 سنه لقت ان الناس اللي عملوا انتنسيف كنترول بقى عندهم ريدكشن للريت اوف بروجريشن بحوالي 21%. الستادي دي احنا يعني اتعلمناها من حضراتكم، وفي نفس الوقت بنؤكد على حضراتكم عليها ان مش صح ابدا لما ابعت المريض بتاعي لدكتور السكر علشان يظبط سكره ان هو يديله انتنسيف تريتمنت فالسكر ينزل مره واحده، لان ده عندي انا بيورث للريتينوباثي جدا 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 جدا. وفي ريكومنديشن تانية بنقولها ان العيان اللي بيجي لحضرتك ممشيه على اورال هايبوغلايسيميكس وهتشفت معاه على انسولين، يعمل في اول سنه من الشيفتنج للانسولين يعمل فانجس اكزامينيشن كوارترلي، يعني كل يعني اربع مرات في السنه، يعني كل ثلاث شهور مره في اول سنه من الشيفت على الانسولين. الهايبرتنشن الحقيقه ده مهم جدا في الديفلوبمنت والسيفيريتي اوف دايابيتيك ماكرر اديما. الرقم ده مهم جدا جدا جدا، يعني ان التايت كنترول اول حاجه بيقلل. الحاجه الثانيه برضو احنا في النهايه في حاجات غير ما انا كنت لسه بتكلم مع دكتوره هبه في الموضوع ده، في حاجات غير مدروسه، يعني في عيان بتعمل له كل حاجه وبتكنترول كل حاجه ورغم كده بيبروجريس، بس في النهايه دكتور السكر في ايده ايه؟ ارقام. يعني مع الاسف هو الى الان مفيش غير ارقام ان الاي 1 سي، يعني دي الحاجات اللي انت تقدر تعمل لها كنترول. فمهم جدا ان الكنترول اوف بلاد بريشر في الدايابيتيك بيشنت لا يقل اهميه للعين عن الكنترول بتاع السكر. البريجنانسي عليه كلام كتير، وطبعا انا يعني واضح ان البريجنانسي ده زي ما هو تعبنا هو تعب حضراتكم برضه. انا سمعت في المحاضرات اللي فاتت ان هو عامل مشاكل كتير، وفي الريتينوباثي عليه ديبيت كبير قوي، بس الارقام دي مهمه برضه ان احنا نعرفها. ان الستات اللي داخلين الحمل وهم ما عندهمش ريتينوباثي، يعني هي دايابيتك بس هي ما عندهاش ريتينوباثي وهتحمل، دي الريسك ان هي يجيلها ريتينوباثي في الحمل ضئيل جدا، حوالي 10%، ودي نسبه قليله جدا. لكن اللي داخل الحمل عندها نون بروليفراتيف ريتينوباثي، وانا هوضح لحضراتكم بطريقه مبسطه جدا معنى الترم ده، اللي داخل الحمل عندها نون بروليفراتيف دايابيتيك ريتينوباثي خصوصا لو جالها هايبرتنشن في الحمل، لا دي عاده هتبروجريس لدايابيتيك ريتينوباثي في الحمل. اغلب الحالات دي بعد الولاده بتريجريس والامور بترجع لطبيعتها. وللمره الثانيه الست الحامل الدايابيتك فهي جات لحضرتك عشان تظبط لها سكرها، فحضرتك عملت لها ستريكت كنترول والسكر نزل مره واحده، للمره الثانيه ده مش حلو على العين لان ده بيورسن الدايابيتك ريتينوباثي بتاعتها. الاستادي دي ملهاش اي لازمه، عملها واحد اسمه كورسينو انا مش فاهمها يعني، وهي ناس كتير انتقدتها، انا مش فاهمها خالص، قريتها كلها بس ما فهمتش فيها حاجه صراحه يعني. قال لك ان اللي عنده دايابيتك ريتينوباثي لما جاله كوفيد بقوا خمس مرات مور ريسكي يتعمل لهم انتيوبيشن عن اللي ما عندوش. ايه علاقه دي بدي؟ الله اعلم يعني، انا حاولت افهمها بس ما قدرتش يعني اوصل لحاجه يعني. الليبيدز الحقيقه في ستادي كبير عندنا اسمها الويسكونسن ابيديميولوجيكال ستادي اوف دايابيتك ريتينوباثي قالت حاجه غريبه قوي برضه في ترم انا هشرحه لحضراتكم اسمه هارد اكسوديتس. لقت ان العيانين السكر اللي عندهم ابنورمال ليبيد بروفايل بيبقى عندهم تركيز عالي من الهارد اكسوديتس، وده بيقلل الفيجن حتى لو ما عندهمش ماكلر اديما، يعني مجرد الاكسوديتس اللي عندهم، لان الاكسوديتس دي عباره عن ايه؟ شويه دهون في قلب الشبكيه ببساطه خالص. العجيب بقى ان في حالات كتير جدا لما بيعالجوا الليبيد بروفايل بتاعهم الدهون اللي موجوده في الماكلر اريا ده هي بتقل والفيجن بيتحسن، يعني دي من الحاجات برضو اللي احنا بنلاحظها كتير. طبعا النفروباثي دي رساله واضحه اعتقد احنا كلنا عارفينها، ان العين والكلى دول الصديقين الصادقين، يعني ده وده الاثنين مع بعض ده انديكيتور لده، ودي لما بتبوظ دي بتبوظ، لان الباثولوجي في الاثنين واحد. وسبحان الله لما قريت شويه في النفروباثي كده والكيمنشتاين ويلسون سيندروم والحاجات دي لقيت ان تقريبا ده نفس الكلام اللي بيحصل عندنا في الريتينوباثي، نفس البيزمنت ممبرين ويكنس والليكج اللي بيحصل، ونفس القصه تقريبا اللي بتحصل في الكلى هي اللي بتحصل في العين. الاستادي دي الحقيقة من الاستاديز القوية جدا في 2021 اتنشرت في الانديان جورنال اوف سمولوجي، ده من الحاجات الكبيرة عندنا، يعني قالت ان التلاتة اللي هي النفروباثي والريتينوباثي والنيوروباثي انديكيتور لبعض، يعني هي انديكيتور للعين وانديكيتور للكلى. والحقيقة انا في معلومة اتقالت لي من واحد زميلي بتاع كلى برضه حضراتكم ممكن تراجعوني فيها، يعني قال لي ان الالبومين كرياتين الريشيو
لو هي عالية لوحدها لوحدها كده ده not enough to start treatment of renal disease. يعني ما عالجوش على إنه هو renal patient. لكن لو الالبومين كرياتينين ريشيو عالية ومعاها حتى لو even non-proliferative retinopathy في العين فده indicator إن الكتني لازم تتعالج. والرسالة دي أنا بوجهها لزمايلي دكاترة العيون لأن مع الأسف إحنا أغلبنا بيتعامل دي مع الأسف يعني بيتعامل مع المريض على إن هو عين فقط. المريض بيجيله هنعمل حقنة هنعمل ليزر هنعمل حقنة جميل على عيني وعلى راسي لكن الحاجات دي برضو مهمة لأن it can save life. يعني أنا ده رأيي المتواضع. كل الكلام اللي فات حضرتك كدايابيتولوجيست يهمك الثلاث حاجات دول لأن دول الحاجات اللي حضرتك هتقدر تعمل لي فيهم كنترول. يعني الديوريشن مش بإيديك الكوفيد مش عارف لكن اللي بإيد حضرتك إيه هي البلاد بريشر وطبعا الـ HbA1c وطبعا الليبيد بروفايل. ده ملخص الكلام اللي فاتكم. الديابيتيك ريتينوباثي بيحصل فيها جراديوال ديمينيوشن اوف فيجن بيبقى بينلس. غالبا المريض ده ما بيجيلوش الاعراض دي غير بعد سنين من الريتينوباثي عفوا من الدايابيتس. وغالبا المريض ده بيتشخص متاخر. يعني هو غالبا عندما ما بيجي لحضرتك باعراض السكر هو اوريدي عنده سكر بقاله سنين قبل كده وهو مش حاسس. فالمريض ده مش من يوم وليله بيبقى عندي جرادوال بينلس ديمينيوشن اوف فيجن. طبعا ديمينيوشن اوف فيجن يساوي حاجات كتير جدا يساوي افكشن اوف كواليتي اوف لايف سيلف استيم قليل سايكولوجيكال ديستربنس. والحقيقه في ستادي اتعملت قويه جدا وانا دورت عليها بس مع الاسف ما عرفتش اجيب السورس بتاعها. هي ستادي اتعملت كانت كوميونيكيشن ما بين دكاتره العيون وناس في كليه تجاره اتكلمت على ان الكوست ريدكشن بتاع الايرلي تريتمنت للدايابيتيك ريتينوباثي. فكانت من المفاجآت ان انت اللي اتعالج بدري رغم ان هو صرف على علاجه ده هو بس على اللونج ران ده كان افضل له في الانكم لان هو مينتيند الكواليتي اوف لايف فعرف يشتغل خصوصا الوظائف اللي بتبقى محتاجه نظر زي مثلا سواق زي دكتور زي. ندخل بقى على الكلام الرخم بتاعنا بس ايه ببساطه خالص. حضرتك بتبعت لي زي ما استاذنا دكتور مجدي قال حضرتك بتبعت الحاله تعمل فندس اكزاميشن بتلاقي العيان رجع لك انا عملت حقن وليزر وبتلاقي ريبورت فيه كلام كتير مكتوب كده. ايه الكلام ده؟ عشان نفهم الكلام ده دي النورمال ريتنا بتاعتنا. انا لما ببص على قاع العين انا بشوف الشكل ده قدامي تمام ببساطه خالص. ده الاوبتيك ديسك والحته اللي في النص دي الماكلر اريا دي الحته اللي احنا بنشوف بيها اهي ودول البلاد فيسلز بتاعه الريتنا دي النورمال ريتنا. ده العيان الدايابيتك على سبيل المثال. طيب تعال نشوف برضه حضرتك بتسمع كلمه بروليفراتيف ونون بروليفراتيف. الخلاصه البسيطه السهوله الريتنا دي هي الارض بتاعتنا. اي تغيرات بتحصل في الشبكيه ما دام هي جوه الارض ما طلعتش فوق الارض ده هي دي اسمها نون بروليفراتيف غير تكاثريه. زي ايه؟ زي اني الاقي نقط حمراء صغيره قوي كده دي هسميها مايكرو انيوريزم دي موجوده في قلب الشبكيه. زي اللي هلاقي الحاجات الحمراء الكبيره دي اسمها انترا ريتينال هيموريدجز اهي النقط الكبيره دي برضو ما زالت جوه الشبكيه. زي اني الاقي الحاجات الصفراء دهية اهي الليبيدز اللي احنا قلناها دي اسمها هارت اكسوديتس ده برضو جوه الشبكيه. طب الحاله بتسوق اكتر بيحصل ايه؟ بيحصل اسكيميك اريا تبان باللون الابيض ودي بنسميها كوتون وول سبوتس. الفيسلز يبدا تعمل لوبينج او تبدا تعمل بيدنج. كل التغيرات دي حاجات جوه الشبكيه لسه ما طلعتش فوق عشان كده اسمها نون بروليفراتيف. لو الاسكيميا بدات تزيد وبدات الفيسلز تطلع بره الشبكيه يعني بدات بقى خلاص طالعه من قلب الريتنا زي الشجره اللي طلعت من الارض كده هو في الحاله دي انا هسميها بروليفراتيف. ودي يا اما بتطلع من عند الاوبتيك ديسك فهسميها نيو فاسكولاريزيشن اون ذا ديسك ان في دي يا اما بتطلع في اي مكان اخر في الشبكيه فهسميها نيو فاسكولاريزيشن elsewhere يعني في مكان اخر في الريتنا. ده النون بروليفراتيف وده البروليفراتيف ببساطه شديده. انا ما جبتش سيره الماكلر إديمة لان قلت لحضراتكم في الاول ان الإديمة ده ديسيز مختلف او يعني انتيتي مختلف عن الحاجات ده. طب تعالوا نراجع مع بعض كده ايه راي حضراتكم في دي.
نان ولا بروليفراتيف؟ ده نان طبعا. ده نان بروليفراتيف ما فيهوش غير شويه هيمريجز موجوده في كل حته اهي، ما فيش حاجه تانية خالص، كل دي تغيرات عاديه. نفس الكلام ببساطه من غير التفاصيل. طبعا احنا لينا تقسيمات اكبر من كده بكتير، يعني احنا في عندنا مايلد ومودريت وسيفير وهاي ريسك ولو ريسك، بس انا بتكلم ببساطه. ده نان بروليفراتيف، ادي هنا هيموريج جوه الريتنا، مايكرو انيوريزمات، ادي حته كوتون وول سبوت اهي، تمام، لكن ما عنديش حاجه تانية، فكل ده نان بروليفراتيف. ده فينس لوبنج اهو، لكن ما فيش عندي فيسل طالع كده ولا باين، دي نان بروليفراتيف. طب دي بص حضرتك كده الحته اللي انا عامل لها هايلايتنج، دي شجره كده بص، او عاده مويه شجره طالعه في المكان ده، دي بروليفراتيف دايابيتيك ريتينوبسي. ادي هي باينه جدا هنا نيوفاس، بص فيسلز عامله زي الشجره كده، هو دي بروليفراتيف دايابيتيك ريتينوبسي. طب الخطوه اللي جايه ان هي تكمبليكيت وتوصل لمرحله الادفانس ديزيز، ودي اللي بتحتاج لعمليات، زي ان يحصل من الحاله دي فيتريس هيموريدج بالشكل ده، او زي يحصل هنا تراكشنال ريتينال ديتاشمنت، تعمل فايبرس تيشو وتشد، واحيانا بتبقى كومبايند زي الحاله دي، يعني يكون في هيموريدج وتراكشنز، والحالات دي زي ما انا لسه قايل لحضراتكم دي ادفانسد وبتحتاج لعمليات غالبا. طيب الدايابيتك ماكولار إديما هي ببساطه عباره عن ليكج اوف فلويد بيحصل في الماكولار اريا. هو اصلا القصه ايه اللي بيحصل في العين؟ القصه في العين زي اللي بيحصل في الدايابيتك فود بالظبط، يعني الدايابيتك فود انا حسب يعني ما انا اتذكر يعني ان فيها جزء نيوروجينيك وفيها جزء فاسكولار، وده ده اللي انا فاكره يعني. الجزء الفاسكولار منها عباره عن ايه؟ اسكيميا، صح، ببساطه خالص ده اكزاكتلي اللي بيحصل في العين. العين بيبقى فيها كونسنتريشن عالي جدا من ماده اسمها في جيف، فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور، يعني بالبلدي حتت ميته من الشبكيه، حتت اسكيميك من الشبكيه هي اللي عماله بتطلع الفي جيف. مبدئيا العلاج بدا يوضح، الليزر بيعمل ايه؟ بيحرق الحتت الميته عشان ما تطلعش الفي جيف، ده ببساطه. طب الفي جيف ده هو اللي بيخلي الماكولا ترشح فلويد، هو اللي بيعمل اديمه. يبقى الحقن اللي حضراتكم بتسمعوها اللي هي الانترا فيتريال انجكشن دي عباره عن ايه؟ دي انتي في جيف، يعني احنا بنحقن ادويه ضد الفي جيف علشان تنشف الماكولار اريا ببساطه خالص، تمام. والحقيقه الصوره دي معبره جدا، يعني لو ده النورمال فيجن اللي عنده اونلي ماكولار اديما من غير سيجنيفيكانت اسكيميا بيبقى عنده بلور بالمنظر ده، لكن اللي معاها كمان اسكيميا بيبقى عنده بقع سودا بالشكل ده، ودي احنا بنشوفها كتير جدا في العيادات. بتلاقي البيشنت وهو وانت بتقيس له النظر هو عمال يلف راسه، هو بيحاول يباي باس الاسكوتوما اللي موجوده قدام عينيه. طيب ادي صوره على الدايابيتك ماكولار اديما، وادي صوره ثانيه، وادي صوره ثالثه. طيب العيان ده حضرتك بعتهولي كبيس لاين، انا اول حاجه هعملها له لازم هصور فلوريسين انجيوغرافي. مش هدخل في تفاصيل اوفثالمولوجي لان ده ديبيت قوي جدا عندنا، الاجهزه الجديده اللي من غير صبغه، طب نحقن صبغه ولا ما نحقنش صبغه، عليها ديبيت كبير. بس بمنتهى الامانه ما اقدرش الغي رول الفلوريسين تيل ناو، على الاقل على الاقل في حالات معينه، بس يمكن التفاصيل دي هتكون مزعجه على حضراتكم شويه. دي صوره الفلوريسين بتاكد التشخيص اكتر، تمام. بيبان قدامي الاسكيميك اريا بتبان باللون الاسود بنسميها دروب اوت، والحتت اللي باللون الابيض دي بنسميها هايبر فلوريسنت، زي الصوره دي مثلا، يعني هنا لو بصينا النيو فيسل مش باينه قوي، لكن لما جيت صورتها بالفلوريسين لقيت الحته دي مليانه نيو فيسل رغم انها كلينيكالي ما كانتش باينه قوي قدامي، فدي اسمها هايبر فلوريسنت ليجن. ادي صوره ثانيه، عندنا انفستيجيشن تاني بيتعمل العيان اسمه او سي تي اوبتيكال كوهيرنس توموجرافي، والحقيقه ده بقى ايدينا الثالثه خلاص، يعني انا دلوقتي بقيت الاو سي تي ده السلام عليكم العيان مؤمر دايابيتك، قبل ما هتكلم معاك اتصور فندس فوت واعمل او سي تي وبعدين نبدا نتكلم. ليه؟ لان هو حاجه نون انفيزيف وحاجه سهله جدا، وجهاز تصوير شبه جهاز قياس النظر عادي بس كبير شويه. بس الحقيقه الاو سي تي ده هيستولوجي، يعني لو حضراتكم شفتوا ده منظر الريبورت بتاع الاو سي تي، بيطلع ال10 طبقات بتوع الريتنا بتوعي. الحقيقه انا قاصد اجيب الصور اللي جايه دي، ده النورمال. بص حضرتك الدايابيتك بيشنت اللي حضرتك بتحوله لعياده العيون بيبقى الاو سي تي بتاعه عامل ازاي؟ ممكن يبان بالشكل ده،
ده منظر الماكلر إديمة. وده منظر تاني من أشكال الماكلر إديمة. أنا طبعاً الريفرنس اللي فوق اللي هو النورمال. أدي النورمال وأدي الماكلر إديمة. أدي منظر تالت للماكلر إديمة بس معاها غشاء أبيض عليها من فوق اسمه إبيريتنال ميمبرين. وده نوع من أنواع الماكلر إديمة اللي بيحتاج لسيرجيكال إنترفنشن. أدي شكل تاني من أشكال الماكلر إديمة معاها ميمبرين. بص ده الفرق بين النورمال وده شكل الدايابيتك بيشنت اللي عنده دايابيتك ماكلر إديمة. إذا ملخص اللي فات، العيان بيجي لي بعمل له فندس عشان أوريه الصور اللي حضراتكم شفتوها، عايز أعرف هو بروليفراتيف ولا نان بروليفراتيف. أنا هنا بتكلم على الريتينوباسي، ها الريتينوباسي هعمل له فلوريسين عشان أكون فيرم الكلام ده. طب حابب أتكلم على الماكلر إديمة، وأعتقد إحنا فصلنا ما بين الاثنين. حابب أتكلم على الماكلر إديمة، هعمل له OCT بناء على الثلاث حاجات اللي قدامي دول. أنا هقدر أمانج الحالة كدكتور عيون، وأيا كان الخطوات اللي جاية أيا كان إحنا ما نقدرش نستغنى عن حضرتك. يعني الجملة واضحة، لأن السؤال ده أنا بتسأله كتير جدا. طب يا دكتور مش مهم، أنا خايف من حقن، انا خايف من الليزر، طب ما انا اظبط سكري واجي لك. اقول له لا، انت هتظبط سكرك ده بالامر. يعني الجمله دي مهمه، ان احنا الاثنين ماشيين خط واحد. انت بتعالج العين مع علاج السكر، لا يغني احدهما عن الاخر. طبعا زي ما انا لسه قايل هنا، السيستميك تريتمنت مهم جدا تو بريفنت الريتينوباسي عشان يحافظ على الفيجن وعلشان اللي جاي. لكن الاوكيلر تريتمنت مهم جدا. ودايما انا في جمله كده بتريق على نفسي وبتريق على جراحين الشبكيه اللي زي حالاتي، اقول لهم احنا كتب الشبكيه دي كلها بتلف وتدور في ثلاث حاجات: حقن وليزر وعمليات، حقن وليزر وفيتريكتومي. ما عندناش اي جديد. يعني انت لما تقعد في اي مؤتمر شبكيه هتسمع الثلاث حاجات دول: حقن، ليزر، فيتريكتومي. بس ما فيش حاجه جديده اخترعوها، يعني ده اللي موجود عندنا لغايه دلوقتي. الليزر بمنتهى البساطه عباره عن ايه؟ الليزر ده العيان ده بيتعمل في العيادات يا جماعه، ما بيتعملش في اوضه العمليات. الليزر العيان بيقعد قدامي على جهاز، الليزر بينزل على العين. هدف الليزر ايه؟ اني احرق الاسكيميك اريا، زي الصوره المعبره ده، هي ضربات بتنزل على البريفري بتاع الريتنا وبحافظ على الماكيولار اريا. الضربات دي بتعمل ايه؟ الضربات دي بتحافظ على الاسكيميك اريا، بتقتلها، بتموتها عشان ما تطلعش الفيجيف. ده الليزر. يعني يا دكتور انت بتحرق اطراف الشبكيه؟ ايوه بحرق. ازاي؟ حرام عليك تحرق اطراف الشبكيه يا حبيبي، ما هي ما بتشوفش، ما هي كده كده اسكيميك. يعني انت بتحرق حته هي اوريدي ما فيهاش فيجن، احنا نظرنا كله بالماكلر اريا. فانا هدفي احافظ على الماكلر اريا، يبقى الاطراف دي اللي عماله تاذيك وعماله تعمل لك اديمه وعماله تعمل لك انفصال وعمال، يبقى انا هدفي اعمل ايه؟ احرقها. صح كده؟ تمام، كويس. ده الليزر. طبعا يعني انا في جمله بواجهها لدكاتره العيون تحديدا، احنا الفيترو ريتنال عندنا سب سبيشاليتي، بس احنا ما عندناش الكونسبت بتاع ان انا ابقى اونلي سب سبيشاليست. دي حقيقه، يعني دي نقطه حقيقيه. فهتلاقي في دكاتره عيون جنرال اوفثالمولوجيست مش ريتنا بيحقنوا وبيعملوا ليزر. ده تعرف بقى، انا دايما اقول جمله غريبه قوي، اقول الحقن اي حد يعمله الحقن حاجه سهله، الحقن مش هيتاذى. يعني الحقنه في النهايه انت كانه زي حقنه الانسولين، يعني في النهايه دي حقنه، فاهم ازاي؟ بس الليزر لازم يتعمل صح، لان الليزر قلته غلط وكثرته غلط. يعني هو لو قليل، لو اندر تريتمنت ده مش حلو، ولو اوفر تريتمنت العيان ده هيجي له امبيرد نايت فيجن، مش هيعرف يسوق بالليل، هيجي له سكوتوما، يعني العيان برضه الفيلد بتاعه هيتاثر. تمام. الحقيقه السلايد دي مهمه قوي. مين العيان في اللي فاتوا اللي لازم لما حضرتك يجي لك الريبورت تقول له ايوه روح اعمل ليزر؟ لو العيان ده عنده بروليفراتيف دايابيتك ريتينوباثي، ده لازم ليزر. ليه؟ عشان ما يوصلش للصور اللي وريتها لحضراتكم اللي هي النزيف والانفصال صح؟ كويس. طب هل ممكن عيان نان بروليفراتيف واعمل له بروفيلاكتيك ليزر؟ ممكن في الحالات دي بقى، اللي هي ايه؟ اللي انا لسه قايلها، لو نان بروليفراتيف وبريجننت. طب لو نان بروليفراتيف ومعاها نفروباسي. طب لو نان بروليفراتيف ونان كومبلاينت لايك اول ايجيبشن بيشنتس، يعني ده لو هو خلاص هو مش هيجي لك تاني. ده لو وان ايت، يعني لو دي الاونلي سينج اي، خاصه لو العين الثانيه كانت لوست من دايابيتك ريتينوباثي، فده بالنسبه لي دي بريشس اي، فهعمل فيها بروفيلاكتيك ليزر
وطبعا لو العيان ده داخل يعمل سيرجري زي كاتراك سيرجري فبعمل له الليزر قبليها احتياطي. ده شكل الليزر اهو، وادي صوره ثانيه اهي بعد فتره. طبعا له طريقه معينه ولازم بيتضرب ضربه وضربه ولو يعني، بس طبعا التفاصيل دي زي ما قلت لحضراتكم، انا بس عايز الكونسبت العام مين العيان اللي عمل له الليزر. الحاجه الثانيه الانجكشنز، واحنا بنحقن دوايين الحقيقه يا اما زي ما قلت لحضراتكم بنحقن انتي فيجيفس وهي دي المين لاين اوف تريتمنت، يا اما بنحقن استيرويدز ودي عليها قولان كبير جدا لانها بتعمل كاتاركت وجلوكوما، وان كان ات از ذا بيست انترافيترال انجكشن انك تحقن استيرويدز لان في سيوري بتقول ان الدايابيتيك ماكرا القديمه از انفلاماتوري سيوري. الانتي فيجيفس في منها ادويه كتير مش هتفرق معايا، حابب اوضح زي ما قلت لحضراتكم ان الليزر بيتعمل في العيادات، الحقن بيتعمل في العيادات بره مصر، بره مصر ميديكو ليجالي احنا بنعمل الحقن في اوضه العمليات تمام. وبيني وبينكم بعيدا عن الميديكو ليجال انا شايف ان ده صح جدا، لان برضو مهما كان حاجه بتخش جوه العين لازم على الاقل الاستريلايزيشن بتاعك يبقى كويس. ببساطه خالص بنحط قطر التوسيع، بنحط توبيكال انستيزيا، بنعقب الجلد عادي جدا، بنفتح العين بسبيكولا عادي خالص، بنحط بتادين على العين من جوه عشان نضمن التعقيم اكتر، بنقيس مسافه 3.5 ل 4 مللي من عند الليمبس. الليمبس ده اللي هي اخر حته في الكورنيا، يعني بجيب اخر جزء ده اقيس 4 مللي، شكرا هو ده المكان اللي انا هدخل بيه. بدخل بالابره عادي جدا، وعلى فكره احنا بنحقن بسرنجات التيوبركلين عادي خالص، يعني احنا بنجيب سرنجات التيوبركلين وبنحقن بيها عادي خالص، وبعد كده بندي بروفيلاكتيك انتي بيوتيك. اللاين الثالث في العلاج اللي هي السيرجيكال تريتمنت، وده الحقيقه احنا بنحط التروكرات الصغيره دي علشان ندخل جوه العين وبندخل نعمل فيتريكتومي. يعني الحاله دي مثلا ده بلاد، كل ده بلاد بيبدا يتشال، بعد كده ببدا باتاك الممبرينز اللي موجوده دي حته حته، يعني انا مش هتفرق معايا قوي الجزء ده. بعد ما خلاص الدنيا نضفت تماما بنعمل الليزر اللي كان المفروض يتعمل قبل كده، يعني الخطوه اللي بتتعمل قدام حضراتكم ده الليزر اللي كان المفروض يتعمل قبل كده، بس اوريدي العيان ده وصل لمرحله الفيتريكتومي خلاص. طب اخيرا ايه دور الاوفثالمولوجيست؟ مهم جدا نبقى فاهمين ان العيان بتاع تايب 2 تحديدا ده لسه في الوركينج ايج جروب، فده مهم جدا الفولو اب بتاعه يبقى بحرص شديد. محتاج تيم، محتاج دايابيتولوجيست، محتاج اوفثالمولوجيست، محتاج نيوروسايكايتريست، يعني ده محتاج تيم كامل يتعامل معاه علشان تمبروف الكواليتي اوف لايف بتاعته. انا دوري هيجي في الاكزامينشن، انا مش بكشف على الشبكيه وبس، انا يعني زي ما قلنا ده بنكشف على العين بالكامل، على القرنيه وعلى كل حاجه بالكامل. الحته دي مهمه قوي لحضراتكم قوي. طب هتقول للعيان بتاعك اكشف كل قد ايه؟ العيان لو جاي لحضرتك تايب 1 مالوش لازمه توتر الاهل، تمام، قول له انت هتكشف بعد 5 سنين من الدايجنوزس، لان اغلبهم بيبقوا سنهم صغير فمش هيبقى عنده الوقت اللي يجي له ريتينوبسي. لكن لما يجي لك عيان تايب 2 تاكد طبعا اكيد، يعني دي انا اتعلمتها من حضراتكم، ان هو اوريدي جاي لحضرتك وهو عنده سكر بقاله على الاقل 5-6 سنين، يعني هو ما جالوش سكر امبارح وجالك ده، فده بيتقال له تايب 2. لا انت لازم تعمل فاندس اكزامينشن بيز لاين اول ما حضرتك تكشف عليه. طب هيتابع معايا كل قد ايه؟ يعني انا بعد ما هعالجه وهرجعه لحضرتك تاني، هو بقى سال حضرتك في المتابعات قال لك طب انا ارجع لدكتور العيون تاني امتى؟ لو العيان ما عندوش ريتينوباسي، هو دايابيتك بس ما عندوش حاجه في الشبكيه، يبقى كل سنه يتعمل له قاع عين. والامريكان اكاديمي دلوقتي قالت لو عدى عليه 3 سنين من غير ريتينوباسي ممكن تبقى كل سنتين، بس انا شخصيا بفضل كل سنه، يعني واغلبيه حضراتكم بيعمل كده فعلا. لو العيان ده عنده نون بروليفراتيف هو مش هيتعالج، صح؟ احنا متفقين النون ده مجرد بيظبط سكره بس، الا بقى لو كان الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي 1 اي دي مش، لكن غير كده النون بروليفراتيف ده علاج باطني فقط. انا بقى هنا محتاج اشوفه كل 6 شهور، يعني بدل كل 3 كل عفوا بدل كل سنه كل 6. طب لو العيان ده بروليفراتيف انا هعالجه واتابعه كل 3 شهور. طب العيان خلص الرحله معايا، يعني عمل الحقن والليزر وخلص دنيته وبقى كويسا، انا هتابعه كل 6 شهور مره. طب لو الست عندها تايب 1 او تايب 2 دايابيتس تمام، وبقت بريجننت تاني مش جستيشنال دايابيتس، هي دايابيتك اصلا، يعني هي دايابيتك
وحملت. هتتابع معايا كل قد ايه؟ هتتابع معايا every trimester. تمام؟ كل شهر في الاول. عفوا كل ثلاث شهور. كل ثلاث شهور في الاول. وهتكمل المتابعة لمدة سنة postpartum. تاني ده لو هي ايه؟ لو هي diabetic وحملت. تمام؟ لكن لو جالها gestational diabetes، ما انا كنت لسه قايل لحضراتكم من البدايه اصلا دي نسبه قليله جدا منهم اللي بيجي لهم retinopathy، فدلوقتي بقينا بنجمد قلبنا قوي. لو هي مش diabetic وجالها gestational diabetes she will not develop retinopathy، فانا مش محتاج اشوفها اصلا. الايرلي تريتمنت، وطبعا استاذنا دكتور مجدي هيتكلم في الحته ده، هي الايرلي effective تريتمنت مع الايرلي اوفثالمولوجيكال تريتمنت هو ده اللي بينشور الكواليتي اوف لايف. التيك هوم مسج هنا ايه؟ ان الدايابيتيك اي ديزيز كانوت بي تريتد الون باي ان اوفثالمولوجيست. الدايابيتولوجيست از ا كورنر ستون ان ذا مانجمنت اوف ذا ديزيز. الايرلي دايابيتيك كنترول بريفنتس ليتر اون فيجوال لوس اند بريزيرفز ذا كواليتي اوف لايف. اي اند كيدني ار فيري كلوز اند دير فريندز. It's not only the blood sugar issues, but also the blood pressure, lipids, and the entire metabolic state. There is no single line of treatment of diabetic eye. But whatever treatment اللي هيتعمل إيه، glycemic control is a must. Diabetic eye is part of the disease, and it's not only a pure ophthalmic disorder. If no retinopathy، ودي جملة أخيرة بتسألها كتير قوي، طب أنا واحد diabetic بس ما عنديش حاجة في عينيا، أعمل ليزك ولا ما أعملش؟ مثلاً يعني ده الدايابيتيك بيشنت اللي ما عندوش ريتينوباثي في عينيه، هي عين عاديه جدا، تعامل معامله العين العاديه، اتعامل معاها عادي خالص، يعمل كاتاركت، يعمل ليزك، يعمل اللي هو عاوزه، ما فيش اي مشكله خالص. انا المره الثانيه بشكركم جدا، وانا اسف لو طولت عليكم.